تعرف على أعلى 5 رسوم استخدام لجنسيات العمالة المنزلية بالبحرين وفقاً لتصريحات خاصة من جمعية البحرين لمكاتب الاستخدام لصحيفة البلاد الأندونيسية. الاستخدام 1700 دينار. الفلبينية الاستخدام من 1400 دينار إلى 1450 ديناراً. الهندية الاستخدام من 1300 دينار إلى 1450 ديناراً. الباكستانية الاستخدام 1300 دينار. الإثيوبية الاستخدام من 800 دينار إلى 1200 دينار. ويتفاوت موعد الاستخدام من أسبوعين إلى شهرين. هل ترى أن أسعار استخدام العمالة المنزلية مناسبة؟